السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يحييكم معنا اليوم من دبي، دار الحي من دبي أوتودروم. حنتكلم على مجموعة حوالي ما شاء الله كان عندنا محاضرة على 5 سيارات، فحنتكلم الآن على شرح السيارات بشكل يعني خلينا نقول سريع عاجل، ألين إن شاء الله توقع في عندنا السيارات بعدين ونشرح نفصل لكم التجارب كما عودناكم التفصيل الممل اللي يعني الأصغر نقطة لأكبر نقطة. فخليكم معنا اليوم، وعلى أي معلومات إضافية حابين توصلوا لها الله يحييكم على موقع ريبين درايف، موجودة في كل المعلومات المقارنات التجارب. شكرا لكم لدعمكم الكريم. ما وصلنا اليوم للأماكن هذه لو ما كان يعني زي ما يقولوا الدعم من الله إن شاء الله قبل كل شيء، ثم بركة دعاء الوالدين، ثم دعمكم الكريم. خليكم معنا اليوم. هوندا أكورد الجيل الـ11، سيارة رائعة، سيارة عملاقة، مبيعاتها جبارة. ايش يسوي في شيء عمله رائع، يكون شيء انجازه رائع وتبقى توصل لمرحله اروع، لمرحله احسن؟ خذوا بالكم في نفس التوقيت كلنا يمكن في منطقتنا هنا بنشتكي شويه، نحب المحركات، العزم العالي، الاداء العالي، الصوت الجميل الطربي، لكن المواصفات العالميه كلها بتقول لكم يا جماعه الخير القوانين، صرفيه البنزين، الانبعاثات، التوفير، السلامه، الامور هذه كلها. وهذا اللي سوته شركه هوندا. الحديد الصلب محافظين عليه، الانسيابيه تحسنت، عزل الصوت تحسن، طول السياره، وحنتكلم من الناحيه هذه حنوريكم، هي طول السيارة زاد معانا 70 ملي، والعرض التراك اللي ورا الكفرات خرجت لبرا الخلفية لأن السيارة دفع أمامي، خرجت بـ10 ملي، فاللي صار إنه وزن السيارة اتسقط معانا بالكامل بين المحور الأمامي والمحور الخلفي، صار عندنا الوزن هنا كله هنا. اللي حصل معانا إنه وزن السيارة الآن اتسقط كله قدام، الكفرات لما خارجة للخارج والوزن كله صار بين أمام وخلف، والكفرات للخارج وزن السيارة كله سقط لجوا. فرقت معنا فين؟ مشاكل الدفع الأمامي شوية في عملية توزيع الوزن، إنه الكفرات بتطلع الطاقة ولا بتثبت ولا بتلف ولا بتفرمل، كان يصير في مجهود عالي عليها مع الإلكترونيات، مع التعليق، مع الناحية الميكانيكية حقت السيارة. السيارة صارت ما تتفاعل معك أبدا، كان دفع أمامي، كان دفع خلفي أو دفع رباعي. تصميم السيارة السقف كذا كأنه سبورت باك، فجاي معانا كأنها سيارة شوية أودي A7، صراحة ده رائع. مقاس الكفرات خليني أشرح لكم كمان، مقاس الكفرات 235 على 45 18، والكفرات مفتوحة، عملية التبريد الانسيابية اللي فيها بصراحة شكل السيارة رائع جدا. أدت السيارة، هوندا دائما بتتعامل إنها وهذا فعليا مقارنة بكل منافسينها، الهوندا الأكورد إذا قارنتوها بالألتما، بالماكسيما، بالكامري، بالمازا 6، دائما تجي أعلى وأغلى شوية. الأرباقات اللي فيها وهذه كلها اللي فيها الحديد الصلب، السلام، الضمان إلى الآن وصلوها لمرحلة أكبر كمان كثير، حطوها تتقارن بسيارات مثلا بسيارات ليكزس، فصار عندنا الموضوع أخذ يعني منافسة أعلى بكثير. هنكمل كلامنا على هوندا سنسينج على بعض التفاصيل الثانية ونشرح لكم إيش التحديثات اللي تمت عليها. هوندا مركزين زي ما قلنا على موضوع المعد في لعب، في حكاية أنه على 2050 عدد الوفيات صفر، بيصنعوا أكثر من 30 مليون سيارة معدة مركبة مولدات كهرباء في شركة عملاقة، وواصلين لمشاريع للفضاء، للقمر والفضاء وتطوير وعملية استغلال الكواكب ولخ لخ. فمن ضمن الأشياء اللي حطيناها صفر وفيات. طيب كيف يصير الحكايه دي؟ يعني تكلمنا على الثبات، على الفرامل، على تحسينها، على الامور هذه كلها. عندنا الهوندا سنسينج الرادار، النظام حق السلامه صار اوسع، صار يقرا مناطق ابعد، ابعد كعرض وابعد كمسافه لقدام، وصار اجباري ستاندرد موجود على كل سياراتهم عشان موضوع السلامه. ما في لا والله يا اخويا ادفع اكثر عشان نهتم بسلامتك، لا، سلامه كل الاشخاص متوفرة الآن. الدفع أكثر أقل، كراسي جلد، مخمل، قماش، فتحة بدون هذا الدلع هنا. عندنا الأي بيلر صار أرفع، وعندنا المرايات لبرا أكثر من ناحية عزل صوت، ومن ناحية فاكرين شرحت لكم كم مرة إنه أحيانا في مناطق عمية جاية بيغطيها الأي بيلر، فصارت أرفع فتقدر نظام الرؤية عندك أفضل، وخصوصا في ملفات على الأسرع. السيارة بصراحة أبهرتني في الملفات، وعندنا حتى هنا الإضاءة، صار عندك عملية الإضاءة والرؤية، مجال النظر حتى في الطبلون خفضوه، صار عندك مجال نظر في كامل الأماكن بشكل رائع، ما في أي نوع من العوائق يحجبه. الآن خلينا ندخل داخل السيارة ونشوف مساحة الجلوس الخلفية. رجعت الكرسي الأمامي للآخر، أنا طولي 1.80 متر، شوفوا ما شاء الله المساحة اللي عندنا ورا، كل هذه مساحة ركب، والسقف الرأس
عندي على الاقل خلينا نقول عندي تقريبا 3-4 اصابع. خلينا نتكلم في عندنا منطقه هنا شويه عمود الكردان او مكان عمود الفاصل حق اللي في الارجل شويه مرتفع. فيعني اللي حيكون الصف الثالث اللي هنا قاعد راسه ممكن اقرب شويه لانه السك جاي كذا ليزر، فهنا اوسع من المناطق دي واعلى، فهنا اللي حيكون في النص طفل. لكن لو شخص في طولي انا عندي صباعين، ما زال عندي صباعين ومساحه الركب ممتازه، الجلد مخرم، سيارة تصنيع امريكا، مكيف بارد، مواصفات فيها رائعه. خلينا ننتقل للمنطقه الاماميه ونشرح لكم على باقي التفاصيل الثانيه. الان احنا داخليه الهوندا الاكورد ال 2023 24، هتيجي في شهر 7 8 تقريبا. عندنا سماعات بوز، عندنا ارباقات، حفله ارباقات الاي بي اس، المناطق العمياء للهوندا سنسنج، كل شيء موجود في السياره مجمل ما يمكن. هنا الان شالوا المحرك، كان 2 لتر توربو 10 سرعات، صار دحين 2 لتر بدون توربو، صار فيه هايبريد بطارية كهرباء وبتشتغل معنا على كذا مود. يعني حتى عملية توصيل الطاقة نتكلم مبدئيا انه الماطور الكهرباء يشتغل معاك غير وضعيات القيادة، ممكن يشتغل معاك الماطور الكهرباء الين سرعة 100 كيلومتر، بحيث انه اهو تشحن البطارية. هنا الحين المحرك يشتغل يشحن البطارية، هذا وضعية. وفي عندنا يشتغل البطارية الكهرباء الحال، وهذا شيء ممتاز، كنا نتكلم عليه سرعة 100 كيلو تقريبا. وعندنا الاثنين ما يشتغلوا كمان، فعندنا ثلاث وضعيات حقت الطاقة. خسرنا التوربو بس عوضوه بالبطارية الكهرباء، فما انت خسران طاقة، صار عندك عزم أعلى متوفر في كل الأوقات. عندك حاجة ثانية الله يسعدك، طبعا الصرفية أفضل، عندك الحديد الصلب عزل الصوت، الأمور هذه كلها تحسنت. الثبات والوسع تحسن. وعندنا شيء اضافي، ايوه السار الجير بوكس بدل 10 سرعات صار اي سي في تي. الاسم خادع شويه، ما هو الكترونيك سي في تي، هو يمكن سي في تي هنا كده شويه لانه صاروا ما في سيور، ما في تروس، صار زي محركين كهرباء، فمجال المغناطيسي بين الاثنين هو اللي بيشتغل في عمليه ريجنريتيف بريكس. حتى عمليه هنا التبترونكس او التعشيق اللي موجود عندنا فوق، لما بتعمل داون شيفت كده ما في شيء بيتعشى جوا، بس اللي بيتحرك معاك الاحساس وعمليه الفرمله ريجنريتيف بريكس عشان تعيد شحن نفسها، فمدى شده او حده الفرمله او الشحن اللي تبغاه قبل ما انك تضطر تحط رجلك على الفرامل. شاحن جوال وايرلس، عندنا الابل كار بلاي وايرلس، الاندرويد بسلك، وهذا الله يسعدكم مبدئيا المعلومات اللي عندنا على السياره الى حين وصولها ان شاء الله تجربتها بشكل تفصيلي اكثر. الوضعيات القيادة بتختلف معانا هنا في الزر. خلصنا من هوندا الأكورد، زي ما قلنا في محركين 2 لتر ولتر ونص التوربو، تكلمنا على الكهرباء الجير بوكس او ال 1500 سي سي اللي هو بيكون المحرك سي في تي فعليا وان كان مطور. الان طبعا المحركين هناك في الأكورد، في عندنا محركين 2 لتر بدون توربو ولتر ونص بتوربو. اللتر ونص بيكون الجير بوكس سي في تي، الاثنين لتر بيكون اي سي في تي اللي قلنا عليها مجال مغناطيسي وكهربائي. عندنا الان سياره جديده في السوق، عندنا الهوندا البايلوت، بعدين عندنا السي ار في، زد ار في، بعدين الاتش ار في اللي اصغر واحده، فانضافت فئه جديده هنا عشان تديهم فرصه في السوق. شفت السياره احنا جربناها الان، شفت السياره طبعا هي جايه نفس المحرك اللتر ونص التوربو الجير بوكس السي في تي. فشفت السيارة بصراحة قلت اوكي السيارة حتكون اقتصادية، سيارة عملية من هوندا، بس شوي حتكون الأداء ممل بورينج يعني كده. بأمانة في الثبات، في الفرامل، في التسارع، لا السيارة مع محرك التوربو أعطت الزخم اللي أحد ممكن يحتاجه. عندنا كامل المواصفات حقت الفخامة، نفس الهوندا سنسنج، الأي بيلر الرفيع، عندنا عملية المرايات للخارج عشان إزعاج الصوت، مركزين على عزل الصوت شوية، الطبلون جاي نازل لتحت بحيث إنه ما في شيء يعيق مجال الرؤية، والإضاءة الخلفية كاملة أمامية وسطية وخلفية، في عندنا هنا كل عملية. لوهلة كده مع الشبكة الأمامي أدتني انطباع كأنها مزراتي أجريكالي. وهذا عندنا داخلية السيارة. أو شو عندنا، براون رجع كرسي أمامي للآخر، عندنا تقريبا 5 أصابع في الخلف، أنا طولي 1.80 والسك ما شاء الله تبارك الله كمان عندنا 5 أصابع ثانية فموجود عندنا. شاشات اللمس اللي هي عفوا الأبل كار بلاي الأندرويد، وعندنا كل شيء ما شاء الله تي اف تي شاشات موجود فيها من أجمل ما يمكن. طبعا ما شاء الله ما حتكلم على تكييف ولا حتكلم على فرامل ولا عملية الأداء الأمان السيفتي العملانية حقت الهوندا، شيء رائع جدا. زي ما قلت الله يسعدكم احنا الان مكملين معاكم سريع سريع بنشرح لكم على السيارات الموجوده. ما شاء الله يا جماعه هوندا فجاه 5 سيارات منزلينها. فعندنا الحين السي ار في تحسينات شكليه،
طفيفة فيها تجميلية. المحرك 1500 سي سي توربو. تكلمنا على الهوندا سنسينج. طيب الله يسعدكم انه سعر اجباري ستاندر على كل السيارات. الاي بيلر عندنا حكاية مرايات الخارج. واهم نقطة الله يسعدكم خلينا نشوفها هنا سعر 3-0 ركاب. في تحسينات حتى في الاضاءة الخلفية شوية. 3-0 ركاب. الصف الثالث اهو ادي يعني زي ما قلت لما دخلت الزي ار في السي ار في اكبر 3-0 ركاب. اون ذا سيتس اون ذا ثيرد رو خلصنا السي ار في وتحسينات التجميلات اللي تمت عليها. الين توصلنا نعمل لكم عليها تجربه بالتفصيل الممل. الان خلينا ننتقل على التايب ار السيفيك تايب ار اقوى دفع امامي الى الان في السوق موجود عندنا موجود من شركه هوندا ابدعوا فيه. الان الله يسعدكم الاسطوره سيفيك تايب ار. دائما كنت اشرح لكم قبل كده كثير انه في عندنا عنصر فيزيائي صعب بمعنى دائما سيارتها دفع امامي بتقاوم بتعاني بين عمليه انها توصل الطاقه للارض بين انها تلف تفرمل وتتماسك مع الارض. فكان في حاجز للسيارات الدفع امامي كلها ما تزيد عن 295-300 حصان. احيانا تسويقيا لانه في مقاييس في اتش بي في جي بي اتش بي في جس في دن وفي كيلو وات. فكان دائما بعض الشركات عشان يقول لك والله سيارتنا بدل 295 او 300 حصان دفع امامي لانه كان في عائق. الشركه الوحيده المجنونه اللي عملت 330-315 حصان حسب القياس وحسب الاسواق و 420 نيوتن متر العزم دفع امامي شركه هوندا وابدع فيها. طبعا العلامه الحمراء موجود هنا مع العلم هذا اللي هو العلم اليابان. السعر ابيض في احمر. واول تايب ار نزلت كانت الهوندا ان اس اكس عام اظن 92. هذه السياره بصراحه رائعه حيكون لنا تجربه معاها في الطريق. واللي يبغى بصراحه طبعا المحرك 4 سلندر 2 لتر توربو مع جير عادي. يعني اللي حابب اللي افتقد المحرك ده مثلا من الهوندا الاكورد ترى تيجي تلاقيه هنا واقوى ووزن اخف وغير عادي كمان. فاللي ناوي على الناحيه الرياضيه موجود معنا هنا. العدادات الداخليه اكثر من رائعه وان شاء الله حيكون لنا تجربه معها في الطريق. الان اهم شيء في السياره دي المحرك تكلمنا عنه خلاص اسم هوندا الجير ما شاء الله 6 سرعات غير عادي. طيب اللي بيطالع معنا هنا في وضعيات القياده في عندنا الوضعيه الرياضيه المريحه وفي عندنا الاندفجوال اللي هي الشخصيه وفي عندنا الار ريسنج اللي هو هنا الوضعيه القياديه الرياضيه البحته. اي عدادات تبغاها عندك حراره توربو الضغط موجود بصراحه يعني ابداع. وبامانه السياره دي ما شاء الله من كثر ما عليها طلب الشركه المصنع ابتدى يوقف الطلبات لانه باعوا حق سنتين ثلاثه قدام. معلومات عندك كامله هنا شاشه باللمس جي فورس. طيب عندنا درجات الحراره حتى مدخل الهواء كمان معنا توربو وعندنا هنا العداد. يعني بصراحه سياره طربيه من الطراز الاول والعبقريه كلها في الدفع الامامي بهذه القوه اللي فيها. وطبعا عندنا الريف ماتش حتى لو بتنزل بتعشق نمره اقل وعشان لا تخسر العزم فالسيارة بترفع على RPM معاك عشان عملية التعشيق السريع. يعني حتى الجير بوكس متجاوب ومرن جدا سريع في عملية التعشيق. إن شاء الله حيكون لنا تجربة فيها دحين لأنه أخذنا السيارات الثانية كده على سريع. حيكون لنا فرصة حلوة مع العروسة الحلوة هذه. مقدما احتياطا نقول لكم شكرا لمتابعتكم الكريمة عشان لو ما لحقنا نكمل لأنه ما شاء الله مجموعة كبيرة من الإعلاميين. فاليوم كده على عجالة ألين إن شاء الله حتجينا كل سيارة وإذا نقولوا ناخذ لكم إياها بالتفصيل الممل في التفصيل كامل تفاصيل السيارة وشرحها لكم. بس اليوم على سريع جدا 5 سيارات عندنا. الهوندا البايلوت شرحوا لنا عليها بس لسه ما وصلت حتوصل إن شاء الله على شهر يمكن 7-8 فحيكون لنا كمان كده إيش فاصل معاها توضيحي وتجربة لمميزاتها والتطورات اللي تمت عليها. شكرا لكم.